وانت تصنيفك ايه والواقع بيقول ايه. المهم انك لازم تملك القوة للنجاح، اياك تستسهل او تتراجع او تقول مش هينفع، لا هينفع وهتقدر، بس جرب وعافر. المعافرة جزء اساسي من البقاء في الحياة، لولا المعافرة كانت الناس الناجحة ما بقتش ناجحة، انت بس بتشوفهم في لحظة البريق اللي النور بيكون عليهم وبس، لكن ما بتشوفش بكاهم والمهم شقاهم ومعاناتهم وصبرهم لأيام وليالي وشهور وسنين، وهم مش شايفين رغم الصعب غير صورة الحلم بتاعهم. زي بالظبط المهندس محمد هاني عمرو اللي عرض تجربته، مهندس أنفاق قناة السويس، مهندس الأنفاق اللي عرض تجربته في حكاية وطن علشان يقول هم دول الجدعان بجد. أنا هحاول أحكي حكاية 3 سنين من أول 2015 لغاية دلوقتي، أحاول أوصل لحضراتكم تجربتنا اللي جربناها في مشروع أنفاق قناة السويس، منطقة بورسعيد تحديدا النفق الشمالي، إزاي عانينا وإزاي فرحنا وإزاي انبسطنا وإزاي ضحكنا وإزاي عبرنا تحت القناة وعبرنا تحت طرق وعبرنا تحت سكة حديد، عبرنا تحت مخاطر. بداية أنا اسمي محمد هاني، سني 30 سنة، شغال في مشروع أنفاق قناة السويس كمشغل ماكينة حفر الأنفاق. الحمد لله يعني عدينا بسلام من تحت قناة تي بي ام اوبريتور، وبحكي عن 3 سنين في 10 دقايق، فأتمنى توصل لحضراتكم كل المشاعر اللي عندي. أول يوم بالنسبة لي كان استكشاف للمنطقة، إزاي إحنا هنعمل نفق في المكان ده، مكان أرض فاضية ما فيهاش زرع، ما فيهاش حيوانات، ما فيهاش شجر، ما فيش طير حتى في السماء، أرض كلها لونها جراي أسود، أرض لو دوست عليها أرض رجلك تغرز. فده كان أول تحدي بالنسبة لنا، إزاي أصلا هنعرف نمشي ونعبر في الطريق ده، إزاي هنقدر نوصل بالمكنة بتاعتنا اللي وزنها آلاف الأطنان توصل لغاية المكان دوت ونبتدي نجمعها ونبتدي نحطها على مسارها وشغلها. بدأنا نقعد مع بعض وندرس الطرق وندرس هنعمل ايه وندرس هنشتغل ازاي ونحط خطط، وبدأنا ننفذها ونعمل تجارب، بدأنا ان احنا نحاول نفرش الطرق بطريقة ان هي تعدي المكنة بسلام عشان نقدر نوصلها مكاننا. مرحلة تحسين التربة وتحسين خواص التربة مرت معانا بسنة كاملة، لغاية ما الحمد لله فرشنا الموقع كامل تربة صالحة ان احنا نقدر نشتغل فيه. ليه اختيار المكان ده؟ ده كان أول سؤال عندنا، ليه اخترنا المكان ده؟ ليه مش بعد 20 كيلو؟ ليه مش قبل 20 كيلو نبعد عن الأرض الصعبة؟ اكتشفنا بعديها إن ده أفضل مكان عشان إحياء منطقة شرق قناة السويس، إحياء كل المشاريع اللي بتتعمل في الناحية ديت، إحياء الامتداد بتاع المينا، إحياء المصانع والمناطق الصناعية اللي هتتنفذ إن شاء الله. فده أفضل مكان لينا كلوجيستيك أو كخدمات ونقل عشان نقدر نوصل لشرق وغرب القناة في أسرع وقت، ما نقفش وقفة المعدية بالساعات عشان العربية نقل. نفس العربية النقل لو جيت عديت عليها في أول اليوم هترجع آخر اليوم هتلاقيها واقفة في نفس مكانها، لأن العبور صعب، تحت المعديات حمولتها ثابتة وأحجامها ثابتة. فالنفق هو الحل الوحيد، وأي مشروع تاني كان ممكن يتعمل قبل النفق كان نهايته هتبقى واحدة، نهايته هتبقى ضعيفة لأن النفق ده مش موجود. فالنفق كان أول بداية. بعد ما خلصنا مرحلة تحسين التربة وبدأنا ندرس الموضوع وبدأنا فعلا نستورد أجزاء المكنة وتوصل عندنا أرض مصر، واتدربنا الحمد لله في ألمانيا بتوجيهات من السيد الرئيس نزولا لغاية الهيئة الهندسية ودعمهم لينا إن احنا نتدرب عشان يبقى عندنا كوادر موجودة تقدر تشتغل على المكن دوت بأقل وجود لخبرات أجنبية معانا. بحيث ان أنا هقف عند جملة قالها المهندس محمد هاني عمرو دلوقتي، قال لك إن إحنا ليه المكان، أنا عارفة إن التربة دي، كان المهندس هاني عازر الحقيقة شرحها لي، كان قال لي إن التربة دي وخصوصا في بورسعيد هي تربة طفلية، يعني تربة طينية صعب إنك تعدي فيها مكان حفر، ودي كانت المشكلة الأساسية في النفق ده. لكن شوف هو بيقول لك إيه، إن إحنا كنا بنسأل ليه مش 20 كيلو قبل أو 20 كيلو بعد، نعدي بس من الحتة اللي فيها مشكلة دي. لكن اللي بيخطط هو اللي عارف، اللي بيخطط شايف من فوق دي علشان منطقة القناة، دي علشان التعمير، دي عشان الوصول لسينا، دي عشان المينا، في رؤية كاملة من فوق. ساعات بتبقى المعلومات مش واضحة غير عند اللي سايق، بس برضو اللي سايق زي ما وضحه كده المهندس محمد هاني عمرو بيبقى محتاج يفهم اللي راكبين معاه في العربية، زي ما حصل في الأنفاق. كلنا محتاجين
نحضن ونشبك في بعض علشان نكمل حكاية وطن. لسه حكايته طويلة طيبين، ولسه حكايته ما انتهتش. كلنا محتاجين، طالما ان انت مطمن للي قدامك ان هو قادر على القيادة، وانا مطمن لك لانك قادر على الصبر معايا، كلنا محتاجين نعمل كده علشان الشبكة دي هي اللي هتحمي مصر وتبقى هي حائط الصد. حائط الصد زي حائط الصواريخ كده اللي عملناه في 73 فاصطاد طيارات إسرائيل زي الدبان. إحنا كمان محتاجين لحد النهاردة نفضل كده علشان نصطاد قاعدينا زي الدبان، والدبان كتير ما بينتهيش ومش سهل تنهيه بشوية باروسول ولا شوية مبيد حشري، لأ، ولا مذبة، لأ، الشبكة دي هي اللي تقدر تحميك من الدبان، والدبان كتير.